المعارض القطري. أهلا بك سيد علي، ويحدثني من لندن. سيد علي، يعني بعد أن اتضحت الصورة الآن، يعني أعتقد أن مطالبات المعارضة القطرية باتت أكثر استجابة، باتت أكثر تأثيرا الآن، إلى ماذا تنتوون التصعيد والتصميم عليها أيضا؟ والله احنا قررنا الضغط على الحكومة واستغلال الأزمة بشكل جيد على الحكومة، بس أبي أتكلم عن البيان اللي صدر. اتفضل. بين الرباعي العربي. نعم. أيوة، في جهة رسمية مهمة في الدولة لم تذكر، وهي بنك قطر الوطني. نعم. لأن كل الحسابات والإدارات المالية لهذه المؤسسات ولهذه الأفراد تدار عبر مؤسسة بنك قطر الوطني، هذه معلومة مهمة. حضرتك بتتحدث عن الجهات المساعدة والممولة للإرهاب، مظبوط؟ لا، هي ناقصة بس بنك قطر الوطني. يعني أن يوضع في هذا الإطار تقصد؟ في هذا الإطار، وهو بنك مهم فيه حسابات كل المذكورين وكل الناس اللي مرتبطين بالإرهاب داخل وخارج قطر والإخوان المسلمين. نعم، يعني هذا أمر، يعني أشكرك طبعا على ذكره، والجهات المختصة لها أن تتعامل مع ذلك. لكن دعني أسألك، بعد صدور البيان وبعد تصعيد الأمور إلى هذا الحد والمخاطبة الدولية، يعني أصبح الآن المعارضة القطرية لها شرعية أكبر، أصبح لها صوت مسموع يصل إلى جميع أرجاء العالم، وأتحدث أيضا عن المظلة الأممية، كيف تنوون تنسيق؟ والله احنا ننتظر الاتصال فينا عبر الدول اللي تضغط على هذه، الإمارات أو السعودية أو البحرين أو جمهورية مصر. نعم. الاتصال بيننا للتنسيق، لتقديم كل ما عندنا والجلوس معاهم والمباحثات معاهم، عشان يكون العمل بطريقة جدية، بطريقة رسمية، لأن احنا نملك أوراق، خصوصا بالنسبة لي أنا نملك أوراق مهمة للضغط على الحكومة واستغلال الأزمة بشكل جيد وفعال. نعم، يعني ليس استغلالا قدر ما هو إحقاق لحقوق الكثيرين. لكن دعني سيد علي أسألك عن نظرتك وتوقعاتك بخصوص أبناء الشعب القطري في الداخل، لا أقصد المعارضة في الخارج، وكذلك العائلة المالكة. يعني هل من تحركات ممكنة، يمكن أن تذكر، يمكن أن تفعل؟ كيف ترى الأمور في الداخل القطري؟ والله الأمور جدا صعبة، البلد في حالة أزمة أكبر من حجمها، في حالة أزمة اقتصادية اجتماعية. الأسرة الحاكمة ما أعتقد هي بتوقف ضد بعضها في هذه الأزمة، يمكن تتكاتف أكثر، يمكن هناك بعض أفراد الأسرة تتفكك عن الأسرة، لكن الشعب بدأ يتضجر، بدأ يفهم أكثر، بدأ تتضح له الصورة عن سياسة بلده الخارجية. احنا كمعارضة نبي نستغل الوضع، نبي جهات رسمية على مستوى دولة تدعمنا عشان نكون تحركنا يكون فعال. لكن دعني أسألك، سألت عن العائلة المالكة، عفوا سألت عن العائلة المالكة لأنها ربما تريد أن تنتزع الآن فتيل الأزمة. يعني هناك حالة عزل عربي لقطر، ويمكن أن يكون هناك عزل دولي لقطر أيضا، ألا يمكن أن تقدم مرشحا مغيرا يغير في السياسات، يغير في الاتجاهات، يستجيب للمطالب العربية، يعود بقطر مرة أخرى إلى لحمة الصف الواحد؟ يعني ألا يمكن أن تكون هناك تحركات هكذا في العائلة الحاكمة؟ والله لحد الآن يا أستاذي الفاضل الصورة غير واضحة، المعلومات لم تصل بشكل جيد، الأزمة ما زالت في بدايتها. لكن في الأسرة الحاكمة هناك ناس وطنيون، ناس مؤهلين على مستوى عالي من الكفاءة لتغيير النظام، للضغط على النظام، بس الصورة لحد الآن مش واضحة كليا، يعني راح تتضح في الأيام
الجايه، واحنا على دائما في اجتماعات واتصالات مستمره. لكن القبضه الامنيه في الداخل القطري اعتقد انها شديده، خاصه مع الاستعانه الان ربما بعناصر من الحرس الثوري الايراني وبعناصر اخرى تركيه. هل ترى ان هذه الاجراءات الامنيه يمكن ان توجه ضد ابناء الشعب نفسه؟ لان الشعب يا استاذي الفاضل شعب مسالم، شعب طيب، شعب كريم. نعم. مش متعود على هالممارسات، والممارسات البوليسيه اللي قاعد تحضر جايه ترهب البلد، الناس لدرجه قامت تسكر تليفوناتها، ما تستخدم الواتساب تخاف. يعني هو شوف الاتصالات قبل الازمه كانت الاتصالات طبيعيه، الناس خايفه حتى تكتب في الواتساب الكلام العادي، خايفه من اختراق الواتساب والفايبر والانستغرام، الكل خايف في قطر. في ارهاب شعبي قوي وحاله من الذعر. ارهاب سلطوي موجه من الشعب، يعني اصبحنا نعيش في اجواء الدوله البوليسيه داخل قطر حاليا، يعني ليس يعني في الامكان تحرك من الداخل في اعتقادك. يعني هم لازم التحرك دائما، انت اللي تشوف التحرك في العالم وتقرا التاريخ، هو دائما التحرر يبتدي من الخارج وينعكس وينطبع على التحرك الداخل. من الداخل ما اعتقد هذا، او يمكن في يعني هناك سيناريوهات مختلفه، لكني اسالك عن الامكانيه، اسالك عن وجهه نظرك. اعتقد في ظل الظروف البوليسيه الشديده يبدو التحرك من الداخل صعبا، لكني اتحدث ايضا عن محاوله لانقاذ الوطن، يعني هذا وطنهم، ومحاوله لانقاذ الشعب القطري من نتائج العزلة التي ستفرض عليهم. يعني الأشقاء يعزلونهم وهذا مؤلم، لكن لا يريدون عزل الشعب بالتأكيد. يعني البيان العربي الرباعي أكيد لا يريد عزل الشعب القطري. هو العظم المكسور في الأزمة هو الشعب القطري، يعني لولا الشعب القطري لكان رد قاسي من الدول المعنية، الإمارات والبحرين والسعودية ومصر، لأن أنا عارف هذه طبيعة هذه الدول. نعم. إنه هو اللي النقطة ضعيفة في الموضوع هو الشعب القطري. والشعب القطري ليس هو واقف مع الحكومة. احنا كمعارضة في الخارج نعمل اتصالاتنا، نبدأ نتصل بالدول المعنية حساس نحصل على دعم لوجستي ولا دعم مادي، واحنا قادرين على تغيير الوضع، او بمعنى اصح الضغط بقوه والضرب على رؤوس العصابه الحاكمه في دوله قطر. شكرا جزيلا لك سيد علي. علي أدهنيم المعارض القطري، وحدثني توا من العاصمه البريطانيه لندن.